السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل سبيل تشيك. دلوقتي ممكن يكون عندي كلام كتير وعايز ابدا اعمل فحص اذا كانت في كلمه مكتوبه غلط او كده. فانا باجي هنا على الاديت، بلاقي عندي هنا سبيلنج، بلاقي عندي تشيك سبيلنج، بيبدا يجيب لي قايمه كلمه كلمه يقول لي اذا كانت الكلمه دي فيها غلط، في كلمه ناقصه. لو انت شايف انها كلمه سليمه بتدوس سكيب، لو انت شايف ان الكلمه غلط هو بيديك اقتراحات للتعديل، او ممكن تكتب انت الكلمه اوتوماتيك هنا change. تمام، الكلمه هنا تشوف انت انسب كلمه ليها ايه حسب وقعها في الجمله. ممكن تشيل الكلمه ديت. تمام، اوكي، تقول له مثلا شينج او اجنور اول او شينج اول حسب لو انت عايز تغيرها كلها ولا لا. لو انت قلت له اجنور اول هيتجاهل الكلمه دي لو اتكررت، او ممكن تقول له شينج اول وتقول له انا عايز افحص الملف كله او الجزء ده بس. تمام، زائد ان في خاصيه كويسه جدا من اديت انا بفعلها دايما وانا شغال، اللي هي دايناميك سبيلنج. دايناميك سبيلنج بيبدا يعمل فحص، اول ما الاقي كلمه غلط يروح معلم عليها. تمام، اي خلينا نفعل دايناميك سبيلنج. لو في كلمه مثلا كلمه كتر مثلا ضفت حرف الاي هيقول لك ان الكلمه دي غلط، فتقدر تدوس عليها رايت كليك وتقول له عدل هنا. هنا برضه هتبدأ تشوف انسب حاجة ليك ايه وتبدأ تختارها بالشكل دوت.